يوم مثلا زي اليوم ده ممكن تيجي مثلا تصحى الصبح بدري انت واصحابك، تتفقوا مع حد مثلا يوصلكم ويوديكم البلو هول، تقعدوا على اي مكان فتتبسطوا وتروقوا وتعملوا دايفنج لو انت بروفيشنال، يعني تعمل سنوركلينج، تنزل ميه. فده اللي هيبان النهارده في البلوج. اعتقد ان النهارده البلوج هيكون ممتع شويه، وبالاخص ان هو يبقى فيه كميه ميه كتير وبهدله وكحرطه. انا شايف من رأيي، من رأي الشخص كده، ان اللي انت لو بتشوف الحته دي في الفيديو وشفت الفيديو اللي فات ما تنساش تعمل لايك وتشغل الجرس لو انت مش مشغله. اللقطه دي متصوره تقريبا في اخر يوم في دهب، ما لحقناش نصورها بدري، فانا حبيت اصورها دلوقتي وانزلها في الفلوج، فاهم؟ لو انتوا حابين فاتفرجوا على الفيديو بتاع البلو هول، شوفوه اللي هو دلوقتي بدا. اعتقد هيعجبكم، اعتقد ان هو يبقى احسن حاجه موجوده انت تقدر تعملها في دهب، تعمل سنوركلينج، تعمل دايفنج انت بروفيشنال، تتفرج على في دايفرز اللي موجودين بيجهزوا المسابقات بتاعت السنه الجايه من دلوقتي في نص رمضان بيبتدوها او في شهر 5 تقريبا. تروح ابو جالوم، تروح البلو لاجون، تقعد في الكانيون، دي حته برضو هناك تتبسط يعني. اشوفكم بعدين. صباح الخير. عاملين ايه النهارده؟ رايحين يعتبر بقى كده رسميا اول يوم في ان احنا الاكتيفيتيز بقى والانشطه بتاع الدهب. هنروح البلو هول، فسمير اللي ظهر امبارح المفروض هيجي لنا دلوقتي، فتعالوا نشوف هنعمل ايه بقى. وصلنا البلو هول بقى لنا شويه، وقلنا ايه ننزل المايه ومش عارف ايه، واتسحبنا حوالي 3 كيلو. اكلنا وهدينا شويه كده وهننزل المايه تاني، بس جينا البلو هول فلازم نيجي عند الحاجات دي. الحاجات دي الناس الغطاسين في البلو هول فقدوا، و في منهم اللي عرفوا يلاقوا جثته وما عرفوش يلاقوا حاجة اصلا. ده باختصار شديد المكان، ده باختصار شديد المكان. حابب بقى تيجي هنا البلو هول، تطلع رحله لمكان اسمه ابو جالوم، تركب مركب من هنا، تحجز مع حد تركب ويمشي بيك بقى في المايه لحد توصل عند ابو جالوم. لكن لو حابب بقى تقعد زينا وكده كده يعني، فاهم؟ هو مكان على ناحيه الجبل اكتر يعني، هو الجبل اكتر في عشش بقى وكده. حابب بقى تقعد هنا كده في كافيه من الكافيهات، برضو القعده جميله ولذيذه، وتتمشى شويه تلاقي بقى المنظر الخلاب ده، منظر جميل جدا. معرفش في حد بيطلع ولا لا، بس ما اعتقدش ان في حد بيطلع، الطريق مش مهيأ خالص. اهم حاجه بقى خلي بالكم من وانتوا نازلين البلو هول، ان انت مجرد ما بتنزل المكان اللي انا صورته ده هو مفيش يعني بقى، زي ما بيقال على ان البلو هول 130 متر بقى 100 ومش عارف كام، بس لا هو ممكن يكون اكتر من كده بكتير. والناس اللي غرقت وفقدت كتير وكانوا مدربين وناس انستراكتورز كبار وكانوا بيعملوا معادلات وينزلوا يختصوا بال 115 متر و 120 متر، هم اللي كان بيحصل لهم ان هم بقى من غير لايف جاكيتس ويبقوا فري دايفرز ويسرحوا في الميه وينزلوا، والشعب المرجانيه ينزلوا تحت خالص. وفي مكان مخصوص هناك كده يعني معظم الناس حصل فيه حوادث، مكان جوه الشعب المرجانيه كده زي كهف، الناس كانت بتخشه ما بتخرجش. بس انا هنزل ميه تاني عشان اصور لكم الشعب المرجانيه تحت، يعني كده ما ينفعش نيجي بلو هول وما نصورش، عيب 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 يعني. انا معيش جو برو، بس اتصرفنا وجبنا جراب الكاميرا بتاع التليفون، فهنجرب وان شاء الله تطلع كويس.
انا نزلت مرة واتسحبنا لحد التبة اللي هناك دي حوالي بتاع 3 كيلو او 4 كيلو او اكتر يعني حاجة كده يعني. هخلي بالكم من المكان اهو مكان اهو ده سحبنا لحد هناك واحنا هنا يعني فخلي بالكم. وانا كنت لابس لابسين كلنا لايف جاكيتس وحاجات فلما سحبنا لحد هناك رجعنا بصعوبة وفي ناس جت خدتنا بمراكب وحوارات يعني فتيك كير وانتوا جايين بلو هول حتى لو هتبقى لابس لايف جاكيت ان السحب في بعض الاحيان بقى في الحتة دي هناك بالذات السحب عالي جدا والموج عالي فتيك كير يعني. ناس محترمة قوي الصراحة يعني بعد القعدة الكريمة والجميلة مدينا شاي ببلاش عربي. أي حد هنا يجي يقول لهم بس تمام مروض خلاص هيخلص معاك الكلام ليه؟ طيب النهاردة يعني تكملة لليوم لأننا امبارح روحنا من البلو هول مفرهدين ما عملناش حاجة. النهاردة بقى روحنا البلو هول تاني وجينا محمية أبو جالوم بعد كده هنروح بلو لاجون. ده المكان هنا في محمية أبو جالوم عشان الناس عندها فكرة تقعد هنا مثلا ساعة كده حلوين قوي تقعد تعمل سنوركلينج هنا يعني معاك اللايف جاكيت بتاعك لو متعرفش تقوم والماسك والبايب بقى والنظارة وكل حاجة كده. واحدة من الأماكن اللي لازم تيجي تزورها في دهب يعني ممكن أول ما تيجي دهب كده وتريح وتظبط وتروق نفسك هي البلو لاجون. بلو لاجون باختصار كده شديد هو مش شاطئ او الاماكن يعني ممكن تعتبره مكان انت ممكن تبيت هنا كمان. مكان هادي جدا مفهوش شبكة بتبقى معزول تماما عن العالم الخارجي وطبعا تيجي باكلك وكل حاجة لو عايز تزبط اكل بتزبط مع حد وطبعا انت لو مش شخص بروفيشنال في العوم وكده او بتخاف من الاعماق ولو حتى لو بتعرف تعوم فده مكان مناسب جدا ليك بالاخص ان انت لو جاي مع ناس صحابك مثلا وواقف وعايز تنزل المية فانت مبسوط جدا ان انت ايه مكان فيه هنا في دهب نادرا لما تلاقي مكان فيه شاطئ رملي او في البحر الاحمر يعني فهتبقى مبسوط جدا بالقعدة هنا وبالاستجمام بعيد عن المية خالص انت ممكن تفضل قاعد متأمل في المية وفي الجبل وفي كل حاجة فاعتقد ان انت تتبسطوا جدا في دهب بالاخص لما تكونوا في البلو لاجون ورب تستمتعوا. يعني النهاردة يعني كان الفلوج اتأخر شوية في تحضيراته وحكته بس ان شاء الله ما يكونش طويل وان شاء الله يعجبكم. الفلوج لسه ما خلصش لحد هنا كملوا الفلوج واستنوا اللي جاي ان شاء الله احلى. يا جدعان اي حد يجي البلو هول ويقعد في الفنار يجي الراجل الكريم ده انور هيظبطكم قول له بس ايه طبعا مراد وهيظبط الدنيا ويروق التظبيط. حبيبي مراد حبيب قلبي حبيبي انور. المهم انت بس اول ناس تيجي يظبطها وديسكاونتات بقى وكده عيون الناس دوت هنا والله. ماشي حبيبي انور حبيب قلبي ربنا يخليك.